فيش اسمه مين. فانا هون راح اعمل وراح اخذ لاحظ اتذكر الفرق بين الانستنتينيوس باور والريل والافريج باور. تي اوف تي بيساوي اي اوف تي في اوف تي. هذه انستنتينيوس باور، هاي فانكشن اوف تايم. وعلى فكره هاي لها فريكونسي 50 هرتز، وهاي لها فريكونسي 50 هرتز، راح يكون هاي لها فريكونسي دي سي و100 هرتز. اوكي اخذتوه هذا مش هيك، لما ضربوا اثنينهم نفس الفريكونسي بيطلع معي. هلا انا اللي بهمني الدي سي، ما بهمني الاي سي تبعه. فبصير كابيتال بي بيساوي 1 على 2 باي من 0 ل 2 باي بي. هلا بدنا نحطها، انا راح احطها بي اوميجا تي. تتذكروا اللي اخذوا معي باور الكترونكس، انا بفضل استعمل الرام اوميجا تي لانها ثيتا، لانه هاي ثيتا فهي لازم تكون ثيتا. هلا انا كان بامكاني على فكره، لانها هي دبل ذا فريكونسي، كان بامكاني اعمل انتجريشن من زيرو، بس زيرو ل 2 باي بالنسبه لمين؟ فهذه هاي تشتغل ات وركس. هلا راح نعمل احنا البلوك المناسب، البلوك المناسب راح اخذ احط شيء اسمه مين، واظن انه موجود كمان بالسيم باور سيستمز. خلينا نشوف اللايبرري. لايبرري براوزر، بدنا ناخذ من اللايبرري براوزر بلوك اسمه مين موجود في السيم باور سيستمز. مين يعني افريج؟ مين يعني افريج؟ اه في ناس بتستعمل كلمة مين وفي ناس بتستعمل كلمة افريج، هو نفس الشيء. مين بيستعملوا بالستاتستكس دكتور؟ بالستاتستكس بتستعملوا كلمة مين، اه بس بالاكسل بسموه افريج. بس بالماتلاب اظن بسموه مين. حتى الفانكشن العادية اسمها مين. حتى الفانكشن اسمها مين، لا بس بالاكسل اظن بستعملوا كلمة افريج. بس هي نفس الشيء. وفي شيء ثاني اسمه الميديان والمود. نعم. اخذتوه مش هيك؟ الوسط والوسيط والمنوال. ميجرمنتس اوف سنترال تندنسي. طيب وين سيم باور سيستم؟ بالسيم سكيل مش هيك؟ هلا المفروض هون يكون عندنا. لا 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 انتبه، مين هذا جزء من الباور سيستم، ممكن في مين ثاني هناك. بس هذا مين وبعطيه فريكونسي. خلينا نتاكد نشوف ميجرمنتس هون ايش عندنا. ميجرمنتس عندنا زد سيرش، عندنا سيرش هي ها. هلا لاحظ في مين في الفوريير، بدك تطلع الفوريير سيريز كمان. مين بعرفش هذا مين فيزر شو مختلف عن المين العادي، بس انا هاخذ هذا فيزر باور. هي في عندنا باور كمان مباشره، كان بامكاني اخذ باور. بس هون كويس لما تضربهم الاثنين بتفهم شو اللي عم بيصير. فالبي كابيتال بي هي عباره عن اي اوف تي مضروبه في في اوف تي حتى تعطيني سمول بي اوف تي، وبعدين باخذ الافرج تبع تبعها. بتقدر تطلع لك كمان البلوك هذا التي اتش دي توتال هارمونيك ديستورشن؟ في 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 بلوك للتوتال هارمونيك ديستورشن. هلا مهم في المين انك تعطيني الفريكونسي او البيريود، والا اذا هذا بيطلع غلط. اوكي هاي اذا نسيت انك تظبطها من هون راح يطلع معي خطا، لانه عمال يقول له انا 50 هرتز، يعني اعمل لي المين على 20 ملي سكند. لو عملنا على 10 ملي سكند بتزبط هون على فكره، لانه هو توايس ذا فريكونسي، بس انا راح اخليه على 50. بخلي هاي 50 هرتز. هلا احنا كان كويس لو انه خلينا شكل بي اوف تي سمول بي اوف تي، راح اخلي شكل سمول بي اوف تي الاصليه حتى تشوفوها. فراح اخذ هاي ننسخها. راح ندخل الافرج وراح ادخل كمان البرودكت. هلا هيك صار عندنا داخل الباور كابيتال بي اللي هي كونستنت، او يعني كونستنت ما فيش تغير، والثاني اللي هي ويف فورم. هذا الفرق بين سمول بي اوف تي وكابيتال بي. افتح له الباب. هلا احنا حاطين هون نيجاتيف، فعندي هون رح اشتغل كجنريتر.
هاي الباور اتس ستريت فورورد ها هون في عندنا طبعا فلكتويشنز لانه ترانزنت بس هي واضح اتس سيتلد هلا راح اعمل زوم على الواي اكسس من هون هاي واضح شو عملنا بس قبل ما اعمل زوم ضربنا في اوف تي في اي اوف تي ولما بنحط في اوف تي واي اوف تي عم ناكد انه هو اتس ا فانكشن اوف تايم عم نرجع التغير از ا فانكشن اوف تايم تمام هلا لانه هدول الاثنين تقريبا اوت اوف فيز وكاباسيتيف اصلا بتطلع معنا كاباسيتيف هون صار عندي هاي الباور الباور رح تطلع معنا هون هينا هون هلا هاي مضروبه ما تنسى هون تنتبه انه هاي مضروبه فين 10 تو ذا 4 ها تايمز 10 تو ذا 4 فهذه 0.5 10 تو ذا 4 يعني 500 هاي تقريبا هون حوالي تطلع 250 واط يمكن هاي خلينا نعمل زوم الان هون نذكر حالنا مره ثانيه اذا عملت زوم على الواي اكسس هون شايفين كيف هدول اوت اوف فيز تقريبا اوت اوف فيز لانه جنريت لانه صار لود واذا عملنا زوم الان هون خلينا نعمل زوم كمان في الاكس اوكي هي واضح هي البي باور فالباور عمالها بتروح بتيجي كل سايكل ولها على فكره ضعف الفريكونسي مضبوط هي الفريكونسي هي الفريكونسي اللي هي 50 هرتز هي الفريكونسي اللي هي 100 هرتز اذا بضرب ساين اوميجا تي في ساين اوميجا تي وهي نفس الاوميجا ايش بيطلع معي؟ بيطلع معي كونستنت وساين او كوساين 2 اوميجا تي مضبوط؟ مش اخذتوه توايس ذا فريكونسي فطلع معي توايس ذا فريكونسي بس اللي بيهمني من هذا ايش؟ كبي كبي بيهمني هذا افرج طب لو بدي كيو بقدر اعمل شيء زي هيك بتصنع بصير بصير بيو تي ضرب صار تمام بعمل شيفت او بعمل شيفت لاي اوف تي باي 90 ديجريز فبطلع اي اوف تي بلس باي على 2 هي 90 درجه بعدين بضربهم وبطلع الافرج بنفس الطريقه مكانك تثبت ما راح اقضي وقت عليها هون بس يو كان دو ات ان ذا سيم واي بتطلع كيو بس احنا طلعنا كيو الكل فاهم الفرق بين هدول ايش هذا الخط المستقيم هذا كابيتال بي ايش هذا الخط اللي هون هذا سمول بي اوف تي اوكي والافرج بي هو كيو بقدر اطلعه من هون بس لازم اعمل شيء ثاني اوكي الكل فاهم هاي شو عملنا هون؟ فهذا عندي هون صار الافرج وهي واضح انه الباور نيجاتيف فهون عندي هاي قديش ليش احنا قلنا 250 هاي 2500 هون انا غلطان في فاصلة او شيء نعم لا 10 قوة 4 مضبوط صح 10 قوة 4 يعني مش 1000 10000 في نص مضبوط او في ربع بيطلع 250 فالافرج باور فهاي المشين التورك اللي موجود عليها عمالها بترجع باور للسبلاي هل شلت الموتور وحطيت انا جنريتر؟ نفس الديفايس بس تغير التورك عليها ففي لحظه معينه لو في كثير ماشينز زي هيك لو انت رحت على بامب او كرين او شيء زي هيك في لحظات معينه راح يكون هو موتورينج في لحظات معينه اوفر دكتور ما يرجع باور